نكمل. انا رأيي نعمل دي الاول، نعمل دي الاول، مش هتاخد مننا حاجة. كبسول على اكس هناخدها جوه السفير، ريسيت بي اس ار، نطلعها بره دي. هو ده كده على بعضه البادي. الكبسول دي هنقوم واخدينها فوق. والله افتكر هي حجمها كده ابن حلال، الا لو بس خدنا الهايت بتاعها. بس هي الفكرة ان هي تبقى لازقة في ده كده. وعايزين نعملها الويلدنج بتاعها بالمرة. افتكر السفير دي ممكن نعمل منها الويلد ازاي؟ لو احنا رحنا خدنا لوب، نشيل بس ده لوب، ناخد ده كالعادة زي ما اتفقنا ان احنا هيبقى عندنا تولز، اسف مش كوماندز، واقول له ايدج تو سبلاين، جميل، طلع ده بره. ايدج تو سبلاين، انا عايز بقى اخلي السبلاين ده ينطبع على الكبسول. لو رحت للفيرتسز هعمل كنترول اي رايت كليك وهقول له سب ديفايد عشان ازود عددهم. بس بعد كده زي ما انت كده رايت كليك وهنقول له حاجه اسمها بروجكت. بروجكت دي بقى يعني هي زي شرينك راب لكن على سبلاينز. المود هقول له في اكس زد لان انا عايز واي. نجرب. اوبس لا. طيب واي اكسس برضه لا. بلان اكس زد. المشكلة بيطبع على الفيس الغلط. كنترول زد. مش هتنفع، معرفش والله شرينك راب يمشي ولا ما يمشيش. يعني لو رحنا خدنا شيفت خدنا شرينك راب قلت له خد الكبسول، ما افتكرش هيمشي، ما مشيش. لان هو بيشتغل على البوليجونز فقط، ما بيشتغلش على السبلاينز. بس انا واثق ان في حاجه بتعمل ده. هي بروجكت بس او انا لو قلت له فيو ابلاي. لا والله بقى ليها حل حلو قوي. هنطلع للتوب فيو، هنروح لكاميراز واقوم قايل له توب. وعشان اوريها لكم هنروح للاينز. البروجيكشن بيحصل مكان ما انا واقف، يعني لو واقف كده وقلت له ابلاي هيقوم جاي طبعه على اول جسم يقابله في اتجاه التوب، فهقول له ابلاي. طبعا متهيألك مفيش حاجه حصلت، بس فيه لو رحنا الكاميراز برسبكتيف
ورحنا هنا لجروت شيدنج هنلاقيها اهي. وبرضو الطبع ماشي، يعني احنا هنوجع دماغنا ليه؟ نعمل كده اهو وكده اهو بس، ولا اي حاجة، والدنيا تمام وزي الفل. بعد كده نعمل الويلدنج ازاي؟ انا بفكر اعمله بطريقه حلوه قوي. هروح لسفير، هجيب سفير 2 سنتي مثلا الراديوس، ونروح لمجراف وناخد كلونر ونحط دي جوه دي. في الكلونر بقى هقول له كرر السفير دي على السبلاين ده، طبعا كتير قوي، ممكن نص كمان، هقلل عدد السيجمنتس، محتاج عدد سيجنز كبير. بس هروح للكلونر ده وفي الكاونت هزود، على فكره بزوده بالبكره. طيب هو مش هيبقى كده، يعني انا مش هسيبه كده، عايز حاجات تسيحها على بعضها. اللي بيعمل الموضوع ده هنا حاجه اسمها ميتا بول، زي ما انتم شايفين يعني بتسيح كل حاجه على بعضها. لو حطيت ده جوه ده طبعا هصغر الاول الهيل فاليو، خلي بالك هاجي هنا وهصغر القيمه دي، وخلي بالك دي ما تصغرش قوي والا هيحصل مشكله لان عدد السيجمنتس هيزيد جدا. نقفل ده، ونقلل الاديتور سب ديفيجن. تمام، خلي بالك خلي بالك، اي بدات تبوظ الهال فاليو دي، هزودها تمام، وفي نفس الوقت هنقلل الاديتور سب ديفيجن. هروح لكاميرا وهقول له كيرسور، محتاج هنا الكيرسور تمام اهو، اعتقد كده اوقع كتير اوي المرة اللي فاتت جدا كمان. ممكن اروح للسفير وازود عدد السيجمنت، مش هيفرق في حاجة. لو قلت ده 0.4 هيفرق، لو قلت 0.7 هيفرق. لو رحنا للميتا بول عملت ده كده، يبقى بالشكل ده. ممكن اروح للكلونر وازود العدد، يعني زي ما تحب. في الميتا بول الاديتور سب ديفيجن لو قلت له 0.5، طبعا الريندر سب ديفيجن بيبقى زيه حاجة. ممكن اقول اكسبوننشال فول تمام، هنلاقيها بالشكل ده. طبعا لو قللنا الديتيلز هتزيد، بس مش عايز ازودها قوي، فانا يعني عايز اخليها بالشكل ده، اعتقد كده احسن كتير قوي قوي. طبعا لو خدنا دي جوه سب ديفيجن سيرفس هنلاقيها بالمنظر ده. تمام، عايزها كده مثلا. ممكن ناخد السبلاين ده، طبعا مش سنتر اكسس، سنتر اكسس 2، بس لو جينا نبص كده حاجة ماسكاها على الأقل. نيجي ليه ده هنسميه
الويلدنج. وما افتكرش ان احنا نحتاج حاجة تاني. الت جي على فكرة عشان اعمل جروب واسمي ده ويلدنج. هروح لدي تمام، دي زي اللي فاتت برضو editable right click optimize control A right click optimize. هروح للفيسز لوب سيلكشن ونروح لللوب ده كالعادة، أو إن احنا ممكن ناخد الحزام اللي تحت ده ونعمله، بس أنا هعمله عشان تبقى اتكررت مرة تانية. هاخد اللوب بتاع البوينتس دي، أو قبل ما اخد اللوب بتاع البوينتس دي هعمل سبليت ونسمي ده اللي هو الهيد بيلت سنتر اكسس 2 كبر سنة شال اكسترود للبوينتس. قبل البوينتس الاول واحد اتنين تلاتة و لا البوينتس الاول، وهروح هنا لست سيلكشن، ارجع للايدجز ام ام وبعدين دبل كليك عشان اجيب ده، ودول معمول عليهم سيلكت كده. هقوم رايح للبيفل تول ونعمل بيفل تمام، لان جونز طبعا موجوده اهي، بس مش هنحولها دلوقتي لان لازم هنسلكت اللوب ده الاول. فهروح هنا واسلكت اللوب ده شيفت مع اللوب ده يو اي انفرت وديليت تمام. بعد كده هقوم رايح للبوينتس رايت كليك اوبتمايز، وبعد كده هقوم رايح لمش انجونز ريموف انجونز تاني مش انجونز ريموف انجونز تمام. دي بقى هناخد شيفت ومعاها شرينك راب، شرينك راب على الكبسول عشان يبقى راوند. بالشكل ده طبعا الكبسول هتبقى جوه سب ديفيجن سيرفيس، وبفكر اخلي ده على السب ديفيجن سيرفيس. ليه؟ علشان يبقى سموز. رايت كليك كارنت ستيت اوبجكت، شيل ده مش عايزينه في حاجه، هنيجي لده كبره شويه. بعد كده كنترول A للفيسز رايت كليك اكسترود كرييت كابس و هنكسترود لتحت بالشكل ده كده. ده مع ده الاتنين مع بعض Alt G. افتكر ان لا تمام الدنيا تمام. اوه في غلط في ال ان جونز. كان في غلط في ال ان جونز رايت كليك هي الحركة دي. الحركة دي حصلت ليه؟ لأن الأوبتمايز التولرنس بتاعه عالي، دي بوينت واحد من مية كده الدنيا كويسة. كويس إن الغلطة دي حصلت عشان ناخد بالنا من إن التولرنس
مهم جدا جدا جدا. يو اي، مفيش يو اي، انا بعمل يو اي ليه؟ مش انجونز، ريموف انجونز، كنترول اي، رايت كليك، اكسترود. تمام كده الدنيا بتاعي كويسة جدا، دي كده مش هيبقى فيها مشاكل. Alt G جوه subdivision بس كده احنا ما عندناش مشاكل. لو انت حابب ده يبقى هارد قوي من هنا، فاحنا ممكن نعمل حاجة ظريفة، ممكن نروح كده وزي ما انت شايف او زي ما احنا شايفين هنسلكت الفونج بريك. ممكن انا بقى اقول له اوفر رايد، تمام ايوه، لغايه ما اطلع بالظبط. انا كل الحكايه بس عايز اطلع دول من دايره السليكشن. لو قلت له لو جيت هنا على الايدجز، وخلي بالك دي مش هتنشط اللي اذا كنت على الايدجز، مش عارف هما الاتنين على دي بقى هنرجع فيها بالواحد من عشرة، لان ايوه سنك مش هيشيله. طيب خلينا كده، سيلكت اول كده كله معمول عليه سيلكت. لو رايت كليك قلنا له بيفل، تمام بيفل بسيط، خلي بالك الدبس مش كده، ممكن احنا نعليه 100. المشكلة دي ممكن تكون بسبب الميترنج يونيفورم، هروح لفلتر هقول له مش عايز الانجونز، وهخلي دي 0.2 ونعمل كده وكده بقى هارد بس. يعني ده لو انت حابب يعني، بس عامة دي كده تمام. افتكر كانش في تفاصيل تانية اصلا بتاع اللي قدام دي والاتنين اللي فوق. الاتنين اللي فوق دول اصلا يعتبر اتعملوا، يعني لو احنا رحنا كده كنترول اس بس الاول، يعتبروا اتعملوا ازاي؟ اولا البتاعة دي كلها على بعضها كده، Alt G ودي هنسميها التوب هيد. هاجي من الرايت فيو واروح للبين تول، واجي مثلا هرسم من هنا كده 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 مثلا سكيب، وهنزل سيمتري، حط ده جوه السيمتري بحيث يديني واحد تاني، بس انا عايزه على زد يبقى اكس واي. طبعا هو مش في المكان الصح بتاعه، فانا هاخد السبلاين نفسه و والله افتكر هو ده المكان بتاعه.
وهقوم نزل كده. تمام، هروح للتوب هيد واروح لده واشيل واروح للكبسول. لو رحنا هنا وجينا عملنا هاخد دول وهعمل لهم سبليت وهسمي ده هيد بورت مثلا، واخد النقطة دي ورايت كليك بيفل كالعادة. هروح لفلتر انجونز، مش انجونز، واقوم قايل له ريموف انجونز. هاخد البوينت دي واقوم قايل لها مع السلامة. بعد كده لوب باوندري وسيلكت البوردر. افتكر انتوا عرفتوا انا هعمل ايه. اروح للسكيل تول و سكيل بس صغير كده، كنترول كده، وبعدين كده تمام. طبعا دي هعمل لها ديتيل دلوقتي. حلو، المهم ان دي بالظبط. طبعا هنظبط دلوقتي، بس كل الحكايه ان انا هقوم زائد لفوق. مش هطول فيها قوي على فكره، لان انا تمام. ليه بقى ده؟ او ده جه ليه؟ جه لان الموديلنج اكسس معمول الاورينتيشن بتاعها اكسس. انا عايز الاورينتيشن يبقى على النورمال، عشان لو عملت سكيل تتعمل مظبوط، واعمل سكيل هنا كده تمام كده، وبعدين اشتغل كده وبعد كده تمام. بعد كده ارجع ل نورمال. طبعا الاكسس اتحولت وورلد كده، يبقى انا هشد على فوق على طول. اوبجكت كاميرا، لا اكيد لا اكسس. نيجي هنا نشوف كده، لو مسكنا ده اشتغلنا على زيرو مش عارف السؤال. افتكر طب نشوف كده، عملنا كده واحدة قوة، بعدين واحدة ثانية مظبوطة. هو متهيأ لنا بس ان هي مش مظبوطة. بعد كده سن، بعدين سن تاني مش هنطول فيها زي ما قلنا، وبعدين اوبس سن صغيرة، بعدين سن جوه، بعدين سن، وبعدين سن تحت. هاخد
لو جينا رحنا عملنا جروت شيدنج وتاني تاني 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 راح للهيد بورد دبل كليك ده بقى انا يعني تعمدت اعمله هنا ليه؟ علشان لما احط سيمتري وما ضغطتش على فكره على الت، لو ضغطت على الت هينزل في نفس مكانه، انا عايز سيمتري في النص تمام؟ واخد ده احطه كده يا عم، واخد ده ارمي كده تمام؟ طبعا هقول له ان انا عايزه على الاكسس ده. الحالة دي لو مسكت السبلاين وخدت السبلاين ده هنا كده طلعته فوق خدته كده سنة هلاقيه بالشكل ده. بعد كده كنترول ايه على الفيرتيز رايت كليك نحولهم كلهم لسوفت انتربوليشن تمام بالمنظر ده. طبعا مش هنسيبهم كده يعني، هنزق الفيرتكس دي كده شويه، الفيرتكس دي برضو كده شويتين، ده بقى يعني ده راندوم خالص، ده ما فيهوش اي ريحه نظام اصلا تمام كده. مثلا حبه كده سنه يعني نعمل كيرفيتشر شكله كويس، طبعا التاني بيبقى زيه. التوب هيد هاخد السيمتري ده جوه التوب هيد عشان يبقى كله جوه حاجه واحده تمام. زي ما قلت لكم البتاعتين اللي فوق دول يعتبروا اتعملوا اصلا، لو خدتوا بالكم هتلاقيهم هما البتاعه دي اللي هي في البادي البتوع دول. هاخد كنترول واسحب دي بره للطوب هيد كده واطلعها فوق. انا مش محتاج السفير الكبيره، هدلت دي تمام. ودي هحطها مع السبلاين جوه السيمتري بس بعدين. جميل. الاول هحطها عند السبلاين و اروح اقول له ريسيت في اس ار عشان تبقى عند السبلاين بالظبط واطلعها كده وامسك شيفت ولف 90 اخدها كده وهنطلعها كده. على فكره هنعملها كبيره على فكره مش صغيره، خليها كده بالشكل ده. ممكن السبلاين نفسه نعمل له روتيت يعني ناخده مثلا يمين شويه فده يبعد عنه كده. بفكر بس كده و نعمله كده 180 درجة ودي تلف سالب 180 درجة بس فكرة، بس عايز ادي لنفسي مساحة عشان اعمل طبق الدش ده بالمنظر ده كده. طبعا كل ده جوه السيمتري، كل ده كمان جوه الهيد، كل دي الهيد بالنسبة لدي، فطبعا هتبقى الت مع سبديفيجن سيرفيس. بس عايزين نعمل شوية تفاصيل صغيرة. ايه هي التفاصيل الصغيرة؟